أنت متهمة بأن كل البثوث المباشرة متفق عليها من قبلك، صح أم خطأ؟ لا أبداً. شلون؟ كل البثوث اللي كانت تصير قبل، نعم، كانت تصير عفوية. طيب يعني إحنا أكو مثلاً جروب؟ لا ماكو جروب، أي جروب ما عندنا. مثلاً أصعد ويا فد مشهور، نعم، هو يدري بأني ممثلة، أحب هذا التمثيل، يعني أحب أسوي مشاهد تمثيلية، نعم، لأن أنا بالسويد ماكو فد يعني متنفس، اي يعني غير السوشيال ميديا، ما لقيت فد مخرج مثلا اشتغل وياه فيلم او مسلسل، كان هو المنفذ الوحيد يعني افتح بث مباشر وامثل اني. اها، كان هذا الشيء الوحيد. يعني بالتالي هو تمثيل؟ اي كان تمثيل. تمثيل بس هو حتى العالم كانوا يعرفون احنا بالبث، مثلا هسه مسلم يلا خلينا نسوي مشهد. اها، هيجي قدام طبعا. يعني قدامهم بالضبط، يعني تقولون انه راح نسوي إيه؟ مشهد. بالتالي هم المصممين يقطعون كذا وكذا، هم يقطعون وسواها سالفه. اها تمام. وبسبب هذا الشيء انا 4 أشهر ما فتحت بث مباشر ويا اي شخص.